السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، أحييكم. وحلقة خاصة عن أحد المطاعم المشهورة في القاهرة، ألا وهو مطعم ميجا ساندويتشز. أكيد كل واحد فينا بيحدث شيء من الملل، الملل في تناول الطعام في المنزل. ربة البيت كل يوم بتفكر إيه تطبخ حاجة جديدة، الأكل ممل والتكرار كتير، وممكن الزوج يبقى جاي هي نفس الأكل اللي أكلها أول امبارح، هو نفس الأكل اللي أكلها من أسبوع. الأطعمة محدودة، في ملل، في رتابة. لا، لابد أن احنا في مرة نكسر حاجز الملل، حاجز الرتابة، حاجز الروتين، وأن احنا نتوجه إلى أحد المطاعم الموثوق فيها، الموثوق في جودة طعامها، الموثوق فيها في نظافتها، الموثوق فيها كراحة نفسية كمان لما يكون الواحد قاعد هو وأسرته في مكان مرتاح فيه نفسيا، في مكان ديكوراته جميلة جدا، الإضاءة بتاعته قوية، التكييف موجود، كل أسباب الراحة إن احنا نعيشها في هذا المطعم. منها بتبقى نزهة، منها إن احنا ممكن يكون الأسرة كلها، الأب والأم والأولاد موجودين، أسرة جميلة قاعدين في مطعم. علاوة على جودة المطعم وجودة الأطعمة التي تقدم وسرعة الأداء والمعاملة الجميلة للستاف بيكون داخل المطعم، بنتوجه على طول المطعم ده دونا عن المطاعم الأخرى. ندخل مع بعض دلوقتي نشوف الباستا وقسم الباستا والقسم الإيطالي في مطعم ميجا شيراتون. مساء الخير. مساء الخير. أتعرف بيك؟ شيف هشام. شيف هشام. شيف إيطالي. إيه أنواع الباستا عندكم؟ في كوايت، في الوايت اللي هو في الفريدو، في سيفود، في جمبري، تمام، في تشيكن هواين بتاخد كاري باودر وكلام من ده، لو جينا للريد في مثلا البولونيزا، في كرات اللحم ميت بول، في سيفود برضه ممكن تبقى ريد، يعني في جميع في انواع الباستا جميعا ممكن تبقى ريد او وايت والكلام من ده. في الجمبري اذا جينا في الباستا، في الاطباق الرئيسيه عندنا مثلا ستيك لحم، في بكاتا، في بكاتا لحم، وفي تشيكن بكاتا، وفي تشيكن هواين بره رئيسيه، وفي اسكيلت بتبقى انواع مثلا جمبري. اسكيلت الاول كان لسه كان بيدخن قوي ده، يعني انت بتنزله للعميل كده بيبقى فيه دخان وبتنزله على الترابيزه زي ما هو كده. تلات انواع بيبقى مثلا ميكس، بيبقى عباره عن جمبري وفراخ باربيكيو ولحمه، تمام. واشهر انواع بقى الباستا اللي هي ليها اقبال كبير جدا على في ميجا، يعني الفريدو والسيفود والجمبري الوايت عامه، يعني عشان الفريدو مكونه من ايه؟ فراخ ومشروم وصوص وايت، تمام، وبتاخد جارليك والكلام من ده. شايف هنا برضو في انواع من المكرونات، يعني ده دي المكرونه دي اسمها ايه؟ اسمها لانجويني. تمام. هي بتبقى فوتوتشيني او لانجويني، تمام، دي اللي هي البنه اللي هي المعروفه العاديه دي عندنا، وهي اكتر حاجه في سحب عليها. وفي الاسباجيتي، وفي اللي هي فوسيلي دي اللي هي، تمام، دي الاسباجيتي هنا. جميل. طيب الاقبال دايما بتقول على الباستا الالفريدو، وطب انواع ثانيه الباستا اللي انت قلت بولونيز وقلت الكلام ده، هل في اقبال عليها برضو ولا حسب رغبه العميل؟ يعني برضو بس اللي هو حضرتك شغال معانا حاليا اللي هي الالفريدو، كل ما هو وايت شغال كويس بس بطريقه اكبر شويه، بكميه اكبر الالفريدو، ثم بقى السي فود والكلام من ده حسب برضو رغبه العميل بياخد. في ناس بتطلب البولونيز، كرات اللحم، الكلام من ده، دي بيبقى ريد صوص وكده. تمام، شكرا يا هشام. شكرا. اتعرف بالشيف. شيف حسين، حسين سعيد، شيف ايطالي. اهلا بيك يا شيف حسين. طب بالنسبه بقى لتحضير مثلا حاجه زي الالفريدو، يعني الفريدو باستا او البولونيز باستا او مثلا السكيلت، بتاخد تقريبا معاك وقت قد ايه؟ احنا دايما شغالين فريش، كل اوردراتنا فريش، كل الخامات فريش، بس ما بناخدش وقت كتير في الشغل في التصنيع. في عندنا حاجات الوايت صوص والكريمه دي بيبقى جاهز، لكن الشغل على النار ما بياخدش وقت كتير، دايما بيطلع في وقت قليل بجوده كويسه جدا. عندنا الحاجات بتاعتنا فريش، دايما تصنيع يومي، دايما مفيش تاخير في اي اوردر، تمام. دي حضرتك دي شوربه كريمه، دي شوربه كريمه، كريمه بالفراخ، يعني تشيكن كريمه. مشروم كريمه، دي ماكسيمم على النار خمس دقائق. كويس جدا. يعني فلنفرض مثلا ان جيست او عميل طلب الاوردر، بعد خمس دقائق هكون نازل له الشوربه او نازل له الباستا، لان دايما احنا فريشاتنا صحيح موجود، دايما شغل الماني فريش، بس ما بياخدش معانا وقت كتير. اشكرك، ربنا يوفقك. شكرا.
النهارده هيكون لقائنا في احدى المطاعم، هو الا هو مطعم ميجا ساندويتشز اللي احنا فعلا التقينا فيه، وهنلتقي مع الدينامو اللي هو مدير التشغيل لهذا المطعم الاستاذ محمد صلاح اللي برحب بيه. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ الشمالي، اهلا وسهلا. انا سعيد بتواجدي هنا في المطعم الجميل الرائج الراقي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وبس عايز اسال حضرتك اول افتتاح لاول فرع من فروع ميجا، وهو كم فرع؟ اول فرع لفروع ميجا تم افتتاحه سنه 2003، والفرع لغايه دلوقتي موجود وبيقدم الخدمات. وطبعا الفرع اول ما افتتحناه كان الموضوع مختلف تماما عن دلوقتي، لان في الفتره اللي احنا بدانا فيها في 2003 كان كله يعني اغلبيه الشغل كله كان فاست فود، وقدرنا ساعتها نبقى موجودين وسط شركات كبيره جدا جدا جدا، وميجا قدرت تثبت وجودها وتفضل مستمره لغايه دلوقتي. والفرع الرئيسي لغايه دلوقتي موجود ومكانه في 8 عمارات الشركه السعوديه، شارع نوزة امام دار الدفاع الجوي فرد جود. هو كم فرع حاليا؟ 3 فروع، وان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى في افتتاحات في ان شاء الله في التجمع وفي الرحاب ان شاء الله، واماكن ثانيه كثيره باذن الله. فرع ميجا شيراتون، وفرع مدينه نصر، والفرع الثالث في ميدان النافوره في المقطم، عنوانه بالتفصيل 9 شارع 9 ميدان النافوره في المقطم. جميل جدا. انا يمكن لاحظت ان انا لما جيت هنا لاحظت ان هناك تنوع في الاطعمه، بمعنى ان انا لو حبيت ان انا اتوجه لمكان بيقدم الاطعمه الايطاليه هي اطعمه ايطاليه فقط. انا لاحظت ان هنا في اكثر من تنوع، اعرف الاقسام اللي بيقدمها ميجا. والله يا فندم احنا هنا عندنا المطعم متنوع وفعلا بنقدم اطعمه كتيره جدا واصناف مختلفه، يعني في عندنا الايطالي، حضرتك بتحب الباستا موجوده، بتحب البيتزا موجوده، في عندنا نوع جديد خاص بميجا اللي هو الاسطنبولي، حاجه تقريبا ما حدش بيعملها غير ميجا. في عندنا طبعا المأكولات الشرقيه بكل انواعها، في عندنا مشويات، في عندنا ملوخيه دي ممكن نادر قوي انك ممكن تلاقيها في مطاعم كتير، في عندنا شوربه عدس، في عندنا الغربي بالظبط، كل جميع الساندوتش، في ساندوتشات فراخ، في ساندوتشات لحوم، في ساندوتشات كمان سيفود، في عندنا كمان اطباق رئيسيه. يعني المطعم فيه عندنا حضرتك لو جيت انت واسرتك كل الفئات العمريه هتلاقي الحاجات اللي تناسبكم كلها يعني. طب يعني ميجا ساندوتش يعني ميجا ساندوتش يعني نقول على طول ان هو بيقدم فقط ساندوتشات، لكن انا حضرتك انت قلت لي ان في قسم ايطالي اللي هي البيتزا بانواعها والباستا بانواعها والاسترامبولي بانواعها، قسم ايطالي، في قسم الغربي اللي هو ساندوتشز، تمام، جميع انواع السندوتشات، في القسم الشرقي اللي هو المشويات. يعني معنى ذلك هل بتجد ان الـ يعني احد رواد المطعم او اسره بتلبي كل احتياجاتها سواء من ايطالي او غربي او شرقي؟ مظبوط يا فندم، انا قلت لحضرتك احنا بنقدم كل انواع الاطعمه اللي موجوده، فبالتالي الحلاوه حضرتك حبيت تاكل بيتزا هتلاقي بيتزا في المطعم، لو حبيت تاكل باستا هتلاقي الباستا موجوده في المطعم، لو حبيت تاكل يعني اكلات شرقيه اي نوع مشويات هتلاقيه موجود في المطعم، لو حبيت الشاورما سواء ساندوتشز او فته لان احنا عندنا الفته مميزه جدا اكتر من اي مطعم تاني، لو حضرتك بتحب الاطباق الرئيسيه هتلاقي اطباق رئيسيه، لو بتحب اطباق متوسطه موجوده، كل انواع المأكولات اللي ممكن تخطر على بالك هتلاقيها موجوده. كده مش هتحتار في انك تختار الطبق اللي انت بتحبه او الساندوتش او البيتزا او الباستا او الشوربه او حلويات او عصاير، فعندنا المنيو كامل ومتنوع، فمش هتحتار خالص انك تلاقي الحاجه بتاعتك موجوده في المطعم. بس اعتقد انكم كنا ناقصكم حاجه واحده تقريبا، الاسماك والجمبري والكلام ده، ما اعتقدش ان هي عندكم. لا يا فندم، ازاي موجود؟ معقوله موجوده؟ طبعا موجوده عندنا، بنقدم ساندوتش جمبري مقلي وفي جمبري مشوي وفي عندنا ميكس سي فود طبق، فكل المأكولات صدقني موجوده بالفعل عندنا كلها. يعني احنا كده دخلنا في 4 مطاعم مش 3 فقط، يعني هو المطعم الايطالي، المطعم الشرقي، المطعم الغربي، وايضا المطعم اللي هو الاسماك والسيفود دي كمان، فاذا فيه هناك تنوع في الاطعمه. طب حضرتك الاطعمه اللي ممكن حضرتك بتحس ان هي شهيره جدا عندكم واللي بيفضلها دايما رواد مطعم ميجا؟ وفي العموم احنا في يعني في عندنا حاجات كتيره جدا مميزه، لان انا زي ما قلت لحضرتك احنا مش مطبخ واحد، احنا بنقدم تقريبا اربع مطابخ، تمام، فكل قسم فيه حاجات كتيره جدا مميزه. يعني مثلا ادي لك احنا عندنا الفته اشهر فته في مصر دي بشهاده اليوتيوب، باقي المنتجات احنا كل منتجاتنا مميزه ليه؟ لان احنا كل منتجاتنا احنا اللي بنصنعها لميجا، فمستحيل انك تلاقي الاكل اللي انت بتاكله في ميجا تلاقيه في مطعم تاني، لان احنا يعني كل اكلنا يعني لو فراخ
حضرتك بتاكل فراخ، لو لحوم حضرتك بتاكل لحوم، ما عندناش حاجه مصنعه سواء توابل او منتج. فعلشان كده اي طعم في ميجا مستحيل تلاقيه في مكان تاني، لان احنا الحاجه اللي بننتجها الميجا فقط لا غير. نقدر نقول هي في سر الخلطه. ده اكيد احنا فعلا في عندنا حاجات ما فيش حد بيعملها. وانا اقول لحضرتك مثال بسيط جدا، الفرنش فرايز. اي مطعم في مصر بيقدم فرنش فرايز، احنا عندنا الفرنش فرايز بتوابل ايطاليه خاصه بميجا، مستحيل البطاطس بتاعتنا تدوها في اي مطعم تاني. انا بقول لحضرتك مثال صغير جدا يعني فطبعا اكيد الكلام دوت بنختار توابل معينه للحوم، توابل معينه للفراخ. كل منتج عندنا بنقدمه بنعتني بيه، ولان اهم حاجه عندنا العميل، يعني مش هقول لك ان احنا نكون يعني فوق توقعاته يعني، بس حريصين ان احنا دايما نكون عنده حسن ظن في كل حاجه يعني. جميل. ويمكن كمان الملاحظ ان رواد مطعم ميجا كتير جدا، لدرجه ان في بعض الاوقات بيكون المطعم مزدحم على كامله، ويكون في بعض الجست متواجد خارج المطعم ومنتظر مكانه عشان يقعد. تفتكر حضرتك ايه سر الاقبال من الجست او من رواد المطعم على مطعم ميجا؟ ايه سر الاقبال على كده؟ والله يا فندم ده سر الاقبال. اول حاجه طبعا الثقه، ان العميل بيثق في المكان اللي بيروحه، لان حضرتك عارف ان الاكل ده حاجه مهمه جدا جدا جدا، لازم اروح مكان اثق فيه، ده رقم واحد. رقم اتنين المكان، انا يعني بخرج علشان اتبسط، فلازم اروح مكان اولا يعجبني والاقي فيه الحاجات اللي هي يعني انا بحبها او اولادي بيحبوها او اسرتي كلها بالكامل بيحبوها موجوده في مكان واحد، فده من السبب الثاني. بالاضافه عندنا طبعا بنهتم بكل حاجه موجوده في المطعم، الديكور بتاعنا هتلاقيه مختلف، يعني زي ما المنيو بتاعنا مختلف هتلاقي كمان الديكور بتاعنا مختلف. احنا المنيو بتاعنا بيقدم اربع مطابخ في وقت واحد، عندنا الديكور لو بصيت عارف في المطعم هتلاقي يعني كل حاجه موجوده فيه. حضرتك هتلاقي مش ديكور واحد بس، انت موجود في اربع مدارس للديكور لو حضرتك بس تقطع لهم وتابعتهم. ده الفرنساوي في الامريكان تمام، السندوتشات، في طبعا الاخشاب، في طبعا الديكور المصري اللي زي ما حضرتك شايفه ده تمام. اللي ورا ده اللي ورانا ده نوع جاي مش موجود في اماكن كتير الركام دوت. في عندنا لو انت حضرتك كمان بصيت على الاضاءه والالوان هتلاقيها كلها مختلفه، علشان كده احنا مش بنعمل لون واحد ولا ديكور واحد، احنا دايما بنعمل تنوع، زي ما بنعمل تنوع في الاكل بنعمل تنوع في الديكور بتاعنا. يعني نقدر نقول في الاخر ان الجست او العميل او رواد المطعم بيحبوا جدا ان هم يكونوا متواجدوا في ميجا للراحه النفسيه، لجمال الديكورات، لجوده الطعام اللي هو يقدم للعملاء، لسرعه الاداء ايضا، لنظافه المكان. انا برضو ملاحظ ان النظافه واضحه جدا، طبعا احنا عارفين بعد ازمه كورونا والاجراءات، بس ده سؤال حابب نساله حضرتك، فهناك نظافة ملاحظة جدا في كل المكان أنا شفته هنا في ميكا، الاهتمام بالنظافة. طبعا بالنسبة لأي مطعم الاهتمام بالنظافة ده رقم واحد قبل أي شيء. فطبعا احنا زي ما حضرتك لو جيت والمطعم فاضي طلعت نظيف، لو جيت ولقيت في جسر بتاع المطعم نظيف، لأن أهم حاجة عندنا الخدمة والنظافة، دي أهم حاجة في الخدمة اللي احنا بنقدمها للعميل. تسمح لي برضو يعني نلتقي بأحد الرواد ونسأله عن مطعم ميجا؟ طبعا ده حاجة. مشاهدينا الكرام هنشوف نسال الجاست او نسال رواد المطعم عن مطعم ميجا وايه اجود الاطعمه، وهل هم من الرواد اللي هم بيرتاحوا نفسيا في المكان ولا لا. معايا نلتقي باحد رواد مطعم ميجا وهنساله عن جوده الطعام وايه اشهر الاطعمه اللي هم بيحبوها، وهل الاسعار مناسبه ولا مش مناسبه. في بعض المطاعم بيكون غاليه جدا في الاسعار، بتكون اسعارها اكسبنسيف جدا عاليه جدا، لكن هنشوف ونسال ونتعرف بالاستاذ. نتعرف بحضرتك يا فندم؟ محمد حنفي. استاذ محمد حنفي اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك من رواد مطعم ميجا ولا اول مره؟ لا بقالي كتير من رواد المطعم يعني. من رواد المطعم بقالك فتره كبيره يعني. طب يا ترى ايه اشهر الاطعمه اللي بتقدمها ميجا؟ وعايز برضه اسال عن جوده الطعام، هل الطعام هنا جيد ام لا؟ لو كان مش جيد مش هاجي، انا جاي من القاهره الجديده يعني. انا من القاهره الجديده يعني، انا مش ساكن هنا، مش رواد الشيراتون ولا كده، انا جاي من القاهره الجديده فمشوار يعني. نفسك في فرع، نفسك يفتتح فرع في القاهره الجديده ولا بتحب ان انت تيجي؟ لا انا واخد على هنا مكان ظريف كقعده، حتى تحس ان المكان صغير بس ما بحسش بكده يعني، الديكور والكلام كويس يعني. ايه اشهر اطعمه بقى اللي حضرتك بتحبها في ميجا يعني؟ لا احنا عشان اسره كل واحد بيبقى ليه مزاج غير التاني، بيتزا، فته، مش عارف ايه، فمناسبنا يعني. المدام اهلا بحضرتك يا فندم، عرفيني بنفسك. اسمي رشا سليمان.
راشد سليمان. اهلا بيك يا استاذ راشد، اهلا بحضرتك. طب هو برضو هنضيف لكلام الاستاذ برضو الراحه النفسيه وتنوع الطعام. شايف انا في ثلاث بنانيت امامير ولاد حضرتك ربنا يخليهم لك، هل كل واحد ليه ذوق معين في اختيار الطعام بيجده في ميجا ولا ما بيلاقوش؟ لا، هو الميزه هنا بصراحه ان احنا بنلاقي اكل متنوع، كل واحد بيختار اللي هو عايزه، فده ميزه كويسه جدا في المطعم هنا. غير طبعا الطعم بقى الطعم اخباره ايه؟ ممتاز حقيقي والله. كويس. بيتفضلوا المطعم الايطالي ولا المطعم الغربي ولا المطعم الشرقي؟ السندوتشات ولا الباستا بالاسترامبولي بالبيتزا ولا المطعم الغربي سندوتشات او المطعم الشرقي مشويات؟ لا، هو انا كوسي بيحب المشويات، وفي ايطالي بقى وفي بنتي سندوتشات، يعني كل واحد ليه ذوقه بصراحه. يعني معنى كده ان ميجا بتحقق، بنجيب حاجات متنوعه، يعني معنى ذلك ان ميجا بتحقق كل التنوع اللي بتطلبه الاسره، ان هي تيجي تاكل كل حاجه في ميجا بدل ما ننتقل لاكتر من مطعم. فعلا دي حقيقه والله، دي اهم ميزه. غير طبعا اخبار الشاورما وفتات الشاورما ايه؟ بنتي جايبه ممتازه. بطول ممتازه فعلا. طب ونتعرف بيكي بقى. مي محمد. مي، اخبار الشاورما ايه اللي انت بتحبيها؟ حلو قوي، كواليتي الاكل ممتاز بصراحه وطعمه حلو ومميز. يعني انت اكلت ساندوتش ولا اكلت فته؟ لا، اكلت رز بفراخ، رز بسمتي بفراخ فاهيتا. فاهيتا. لكن شاورما بقى اللي هي الشاورما البسماتي والشاورما البروز الابيض اكلتيها قبل كده؟ جربناها بره وكانت حلوه برده. تختلف الشاورما هنا عن باقي المطاعم الاخرى؟ لا، ما كنتش جربتها بره فما اعرفش، بس احنا شفناها حلوه يعني. انت جربتيها هنا اول مره وعجبتك، خلاص انت مش عايزه تغيري. ايوه بالظبط. تمام. بتاكلي هنا برضو حاجات في ميجا مثلا بيتزاهات الكلام ده ولا شاورما بس متخصصه شاورما فقط؟ لا، بنجيب مكرونه وبنجيب شوربه كريمه والحاجات دي ممتازه برضو. الباستا برضو قسم ايطالي برضو. انت قسم ايطالي. جميل جميل. تعرف بيكي؟ ملك محمد حنفي. ملك، ازيك يا ملك؟ تحبي ايه هنا بقى في ميجا؟ ممكن السندوتشات، ما سندوتش البني حلو. تمام. تحب السندوتش القسم الغربي؟ تمام. الايطالي اخباره ايه؟ حلو برضو، وبيتزا ساعات برضو حلوة، والمكرونة باستا. جميل. وبرضو ننتقي مع أحد أفراد الأسرة برضو، بنوتة من الأسرة، وبرضو نسألها. تعرف بيكي؟ منة. ازيك يا منة؟ أخبارك إيه؟ يا ترى إيه الأكل اللي أنت بتفضليه في ميجا؟ بجيب دايما مكرونة، والسترامبولي برضو حلو جدا. أنا السترامبولي ده إيطالي طبعا، قسم إيطالي. واللي هو شوربة الكريمة برضو بتبقى حلوة جدا. أكلت الشوربة قبل كده أنا؟ اخبارها ايه؟ حلوه جدا، حلوه جدا. الاسترامبولي ده اعتقد ان هو موجود في ميجا مش موجود في مطاعم تانية. انا اول مره جربته كان هنا بصراحه. جميل. طبعا اسره من اسر واحد رواد ميجا اللي حبت جدا طعام وحبت التنوع في انواع الطعام اللي بتقدمه ميجا، اذا كان قسم ايطالي او شرقي او غربي. احنا تلفزيون بنصور عن احدى المطاعم المشهورة هنا، موجود هنا في المنطقة، وبنحب نتعرف بحضرتك. مستشار سامح. مستشار سامح هدية. اهلا بيك سيادة المستشار. يا ترى حضرتك يعني من رواد ميجا ولا اول مرة؟ لا، من رواد ميجا. من رواد ميجا. جيت حوالي تقريبا حوالي كم مرة؟ كتير يعني، من تقريبا من بداية ما فتح. من بداية ما فتح يعني، من زمن طويل. طب دي اسأل حضرتك يعني اهم الاطعمة اللي حضرتك بتحب ان انت تاخدها هنا. بصراحة المنيو كله يعني احنا بنقعد الفاميلي كلها بنعمل ميكس في المنيو كله، لانه حاجة فريش تبقى معمولة قدام عينينا. ما شاء الله الاستاف جميل، معاملته كويسة، سريع، كل حاجة نظيفة، واسعاره برضه في نفس الوقت جميل. اسعار كويسه، لان في طبعا من فخامه المكان ممكن احد الرواد مثلا يجي من خارج بره المكان فيبص على فخامه المكان فهو يقول لك ايه، لا يتخض، يعني يتخض يقول لك ان انا هدفع مبلغ كبير. هل الاسعار في متناول الجميع فعلا؟ بالعكس، كفاميلي بنيجي نتغدى او نتعشى، ممكن يبقى زي اللي انا عامله في البيت او ارخص الكوست بتاعي يعني، لكن ما
شاء الله ان هو السعر جميل والسعر كويس مناسب. حضرتك بقى ايه احب انواع الاطعمه اللي الاسره، انا شايف طبعا الاسره هناخد برضو معاهم لقاءات، احب انواع الاطعمه اللي حضرتك بتحب ان انت دايما ان انت تيجي هنا تاكلها؟ يعني هتلاقي ميكسات، يعني كل حاجه هنا ميكسات، ان كان البنه ان كان الفاهيتا ان كان شاورما ان كان الشاورما بانواع بقى بفتاتها كده بالمشويات بتاعته، كل حاجه في المنيو بصراحه جميله. الصوص بتاع الاكل معمول كويس جدا جدا، يكفي ان احنا بقول لحضرتك احنا بنبقى قاعدين وانا ببقى شايفه قدام عيني بيتعمل. فعلا انا لاحظت ان هو دلوقتي حتى كان عامل اسكليت وعامل الباسطه قدامي وكان فعلا منظر جميل جدا ان احنا يكون جوه مطعم ويكون الحاجه بتتعمل قدام الجست. يعني اجمل حاجه في المطعم اللي تخليه اتمسك بيه واجي فيه اكتر ان الفود كله معمول قدامي، مش في مطبخ مقفول بيخرج منه الحاجه دي، بتطمني انا اكتر على اولادي وليا والاكل. شكرا سيادة المستشار. برضو نلتقي مع احد افراد الاسره، برضو اسره سيادة المستشار سامح. نتعرف بيكي. اسمي ضحى. اهلا بيكي. طب يا ترى ايه الاخبار، اخبار الاكل ايه؟ لا هو الاكل الصراحه حلو جدا يعني، ومش اول مره، حتى انا باجي مع صحابي كتير ونيجي ناكل هنا كتير يعني. يعني انت برضو ما بتجيش مع الاسره لكن بتيجي مع اصدقائك وزميلاتك وبتيجي هنا في ميجا بتاكلوا. طب ايه احب الاطعمه ليكي ان انت بتحبي تطلبيها دايما؟ انا بحب طبعا فتت الشاورما، الشاورما عموما والباستا وكل حاجه هنا حلوه يعني. كلها كده انواع كويسه وجميله، بتحس ان هي ليها مذاق يمكن يختلف كمان عن المطاعم الاخرى. اه طبعا يعني في اختلاف، الصوص حتى هنا طعمه حلو، حاجات اكلها حلوه يعني. انا ملاحظ ان هو في هنا في كم قسم، يعني في قسم الايطالي، في القسم الشرقي، في القسم الغربي. اعتقد ان احنا مثلا لو رحنا احدى المطاعم اللي هي بتبقى مثلا متخصصه في البيتزا بس، بتبقى بيتزا فقط، او الشرقي بيبقى مشويات فقط. هل شايفه ان ميجا بتلبي كل رغبات الرواد؟ اه طبعا، هو هنا في كل حاجه يعني، مش محتاجه ان انا اقعد بره في مكان، فهنا لو حب اي حاجه نفسي فيها تبقى موجوده يعني. جميل، شكرا يا ضحى. نلتقي برضو مع احد اسره مستشار سامح برضو نسالها عن مطعم ميجا. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. لسه كنت بقول دلوقتي لضحى، بقول لها ان يمكن ميزه ميجا ان هو شامل اكتر من مطعم. يعني انت حضرتك مثلا لو رحت احد مطاعم البيتزا بتطلبي بيتزا فقط، لو اسره مكونه من 5 افراد او 6 افراد لو طلبتوا بتطلبوا بيتزا او بانواعها، تمام. لكن انا ملاحظه هنا ان هنا في قسم الايطالي اللي هو الباستا، الاسترامبولي، البيتزا، ولو احنا دخلنا على القسم الغربي في سندوتشات بانواعها، ولو احنا دخلنا على القسم الشرقي بنلاقي المشويات بانواعها. هل حضرتك موافقين رايي ولا؟ احنا بصراحه بنحب نيجي هنا عشان في كل حاجه موجوده. تاني حاجه يعني في محلات بره بتشتري منها مشويات، في محلات بتشتري منها البيتزا حلوه. ميجا عنده كل حاجه كويسه يعني. انا عندي اولادي بيحبوا الباستا جدا وبيحبوا البيتزا، فبيجوا هنا يطلبوا البيتزا. بنحب نيجي نخرج هنا سواء مع الاسره كامله او مع اولادي فقط. فبصراحه انا باجي هنا عشان في كل حاجه موجوده، الشاورما جميله جدا، الباستا جميله جدا، وبعدين مميزين بالصوص بتاعهم فعلا، والحاجه بتبقى قدامي طازه. وتاني حاجه يعني العمل كله، الشباب والبنات هم شغالين ما شاء الله عليهم، نضاف جدا وسريع. الولد يعني عمر البنوته تطلب حاجه في ثانيه، في حاجه يعني بصراحه ما بيخلناش احنا ايه حاسين في حاجه ناقصانا. ما فيش تاخير في نزول الاوردر، ما فيش معامله مثلا مش مستحبه للعميل او الكلام ده؟ نيجي هنا كتير لان معاملتهم حلوه والمكان لذيذ، حتى لما بيبقى زحمه جدا يقول لك ثانيه واحده، وتلاقيه فعلا مفرك انك تقعد عشان مش عايزك تمشي. وفي نفس الوقت احنا بنحب اكلهم جدا لان ما شاء الله عليهم. الف هنا وشفا. نسال برضو يعني احد افراد الاسره، اسره سياده المستشار سامح، نساله برضو بيعجبك ايه في الاكل بتاع ميجا؟ كل حاجه. كل حاجه؟ طب انت بتاكل كل حاجه؟ يعني مثلا باجي هنا اكل شاورما، اكل بيتزا، يعني باكل حاجات كتيره قوي هنا. ما بتاكلش فراخ؟ لا باكل، ما دي شاورما فراخ. دي شاورما فراخ؟ لا انا قصدي بقى فراخ، يعني نص فراخ كده مشويات. بتاكل مشويات؟ باكلها. بيعجبك المكان؟ اه جدا. بتحس كده ان انت مبسوط وانت قاعد هنا جوه المطعم؟ الصراحه قوي. جدا جدا جدا. اسمك ايه بقى؟ يوسف. يوسف، عشان اسامي يوسف. البنوتة، ايه الاخبار؟ بتحب الاكل هنا في ميجا؟ ايوه. بتحبيه قوي؟ ايوه. بتحبي ايه، تاكلي ايه؟ اكل الهمبرجر والبطاطس والبيبسي.
في ظل أزمة جائحة كورونا الكل تخوف ان هو يتغدى بره، يتعشى بره، ياخد أسرته ويروح للمطعم ياكل. هذه الأزمة يعني أشعت نوع من الخوف الشديد تجاه الأسر المصرية، وخافوا جدا ان هو يروحوا المطاعم. طيب كيف تغلبت ميجا ساندويتشز على هذه الجائحة، جائحة كورونا، وزي تم الترتيبات الفعلية لإقبال الرواد بعد هذه الأزمة مرة أخرى إلى مطاعم ميجا ساندويتشز؟ جائحة كورونا الكل خاف، الكل ترعب، وكل خاف ان هو يروح مطعم عشان ياكل خوفا من العدوى وانتقال العدوى وعدم النظافة. مطاعم ميجا كيف تغلبت على هذا الأمر؟ طبعا زي ما حضرتك عارف والسادة المشاهدين عارفين، موضوع كورونا ده حاجة جديدة ما حصلش قبل كده في العالم، وبالنسبة للعالم كله دي كانت كارثة. فطبعا احنا اول ما عرفنا في مصر عموما الموضوع اتعرف فجأة، فبداية اول ما الموضوع انتشر احنا عملنا غلق تام لكل الفروع لمدة 20 يوم. خلال الفترة دي احنا عملنا اجراءات احترازية، عملنا يعني صيانة لكل، عملنا صيانة، عملنا تعقيم، عملنا يعني زي ما تقول اعادة تأهيل لكل الفروع، واستغلينا الفترة دي ان احنا عملنا تعقيم وعملنا كل الاجراءات الاحترازيه قبل ان احنا ما نشتغل. وطبعا بعد ما بدانا شغل بعد موضوع كورونا كان الموضوع كله بيختصر في خدمه الدليفري، حتى ما كانش الاول في تيكاوي. فطبعا كان اللي يهمنا يعني نحافظ على الناس اللي شغاله، كنا طبعا بننفذ كل الاجراءات الاحترازيه وبننفذ تعليمات وزاره الصحه، كنا بنحافظ على الناس اللي بتشتغل، كنا بنوصل المنتج. كان يهمنا قوي ان يوصل المنتج للعامل امن، ونحافظ على الدليفري اللي بيوصل للعميل، وكمان نحافظ على العميل اللي احنا بنتعامل معاه. وكنا كل فتره طبعا كان بيبقى في تعديلات وفي تغييرات من رئاسه مجلس الوزراء، يعني الاول كان في دليفري، بعد كده كان في تيك اوي ودليفري، وبعد كده كان في فتح تدريج لصالات الطعام. احنا دايما كنا بنلتزم بالتعليمات، وكنا دايما اكتر حرصا من اي حد، لان كان اللي يهمنا الاول نحافظ على الناس، نحافظ على الناس اللي بتشتغل معانا، بنحافظ على الناس اللي بتوصل الاكل للعملاء، بنحافظ على العملاء، لان احنا السلامه المهنيه والصحيه دي اهم حاجه بالنسبه لنا. عدد ساعات العمل بقى في فروع ميجا كلها بتبدا الساعه كام وتغلق الساعه كام، وخدمه الصاله لحد الساعه كام؟ اولا يعني انا حابب بس افكر الساده المشاهدين بالفروع. احنا المفروض حاليا عندنا 3 فروع. الفرع احنا قلنا الفرع الرئيسي، اول فرع للشركه كان في 8 عمارات الشركه السعوديه في شارع النزهه امام دار الدفاع الجوي في منطقه ارض الجلف في مصر الجديده، ده طبعا امام دار الدفاع الجوي بالقرب من سيتي ستارز، قريب من ميدان الساعه، يعتبر مدينه نصر. مدينه هو بالظبط بين مدينه نصر وبين في اول مصر الجديده. الفرع الثاني في عندنا الفرع الثاني في 4 مساكن مصر للتعمير، المنطقه الثانيه في مساكن الشيراتون بشارع انقره، طبعا الاسم المشهور به اللي هو شارع البحر، اللي طبعا الشارع معروف جدا. والمطعم طبعا المطعم الثالث موجود في المقطم، العنوان بالتفصيل 9 شارع 9 ميدان النافوره، قصاد زبينس في ميدان النافوره مباشره يعني. يعني لو في عميل مثلا اتصل بحضرتك مثلا وطلب فته مثلا، فته واحده، يصل العميل في خلال قد ايه؟ والموقع الجغرافي يعني ممكن مثلا يكون حد قريب من مكان او حد بعيد من مكان، ماكسيمم او الوقت اللي ممكن يوصل الدليفري فيه، هل بيعدي الساعه ولا اقل من كده؟ والله يعني في العموم خدمة التوصيل طبعا بعدك من المكان أو قربك من المكان بيساهم طبعا في السرعة، ده حاجة أكيد، علشان بس أكون صادق في كلامي. بس في العموم يعني بتكون خلال 45 دقيقة، لأن حضرتك الأوردر بياخد وقت على ما بيتحضر داخل المطعم، لأن احنا بنشتغل أوردر باي أوردر. يعني أنا كل منتجاتي بحضرها على حسب الطلب، وقت ما الأوردر بيطلب أنا ببدأ في تجهيزه وفي تحضيره، بياخد مينيمم 20 دقيقة، والباقي بيكون الوقت دوت خلاله بيوصل للعميل يعني. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الصحة وجمال، أهلا بكم مرة تانية. بعد ما خدنا جولة في الثلاث فروع، ميجا شيراتون، ميجا مدينة نصر، وميجا المقطم، وزي إن احنا لاحظنا ولاحظ جميع المشاهدين كم النظافة التي يتميز بها مطاعم ميجا، كم الجودة في أنواع الأطعمة التي تقدمها مطاعم ميجا، أيضا الراحة النفسية اللي الواحد شافها في مطاعم ميجا. هي فقط مش مطاعم الواحد يتناول فيها الطعام، ولكن ايضا يشعر ان المكان ده هو بيته. الخدمة فوق الممتازة، الاستاف محافظ على اليونيفورم بتاعه، محافظ على النظافة والاجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.
كان العامل النفسي هو كم النجاح لهذه السلسلة من المطاعم التي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن هي ما تكونش ثلاث فروع فقط، ولكن تكون فروع كتيرة إن شاء الله في الأيام القادمة على مستوى جمهورية مصر العربية. وكان لابد لهذا النجاح من رجل واحد، رجل واحد استطاع بفكره واستطاع أن هو ينفذ كل ويلبي كل ما يحتاجه الجست أو رواد المطعم. سألت كتير جدا من الجست إيه اللي بتتميز بيه مطاعم ميجا، قالوا السعر كويس جدا مناسب. كتير مننا، مش هقول ان معظمنا، لما بيعدي من امام مطعم فخم راقي بيتخوف جدا، يتخوف ان هو يرتدي هذا المطعم، يقول طب انا معايا 50 جنيه هاكل ايه؟ ده استحالة المطعم ده ممكن يكون اكسبنسيف جدا، ممكن يكون غالي جدا، لا 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 انا هشوف مطعم يكون حتى الوجه بتاعه مناسب. ولكن فعلا تأكدنا من العملاء او من رواد المطعم ان انت لو كنت يعني جعان ومعاك 30 جنيه او 50 جنيه تستطيع ان انت تاكل وجبة جيدة بسعر جميل جدا، وهو اللي احنا لقيناه في مطعم ميجا ساندويتش. لابد ان احنا في الختام نقابل ونستضيف المالك الاونر لهذه المطاعم، ست مطاعم، الاستاذ اشرف بدر، برحب بيه على شكل صح والجمال. انا بحضرك فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. ايه كم التميز والابهار والجمال اللي احنا لاحظناه واحنا بنصور في الثلاث فروع؟ لما قابلنا الجست وتحدثنا معاه الكل شكر بصراحه في منتجات حضرتك او في قمه الذوق والرقي في المطعم. بس قبل ما اخش في النقطه دي انا عايز اعرف من هو الاستاذ اشرف بدر. بداية طبعا الحمد لله على النجاح اللي احنا فيه. أشرف بدر هو شاب كان صغير وكان لي خريج لسانس حقوق وكان لي هوايات في كرة القدم وخدت كارير برضو فني وغنائي ده الكلام ده في التسعينات. لكن جت مرحلة كده توقفت مع نفسي وقررت الهجرة. الهجرة رحت أمريكا. قعدت في أمريكا حوالي 10 سنين. بدأت من الصفر طبعا، يعني أنا كنت بدايتي هناك كانت شغال في مطاعم بغسل صحون طبعا برغم ان كان كل اللي عارفني قبل ما سافر بيقول لي لا انت ما تقدرش على الكلام ده، انت واخد على الستايل، مش واخد على البهدلة والكلام ده. لكن انا كنت مقرر ان انا مش هرجع مصر غير وانا ستار برضو، يعني حتى انا كنت ممكن ابقى ستار في كرة القدم، ستار في الغناء، لكن اي واحد عنده هدف وحلم ممكن يبقى ستار في أي حاجة يشتغلها. فهو ده اللي أنا قررته. بدأت من الزيرو هناك في محلات، اشتغلت بغسل صحون لحد ما اشتريت المحلات دي، وعملت في أمريكا بدل المحل 2 و3، وسنين عدت وخسرتهم وسافرت ولايات تانية وبدأت من الصفر تاني وعملت محلات ورجعت بقى مصر في سنة 2003 على اساس ان انا الخبره والاكسبيرينس اللي انا خدتها انفذها في بلدي بقى ببلان معين، باسلوب معين، بتوجه معين، مش توجه المكسب او الفلوس، لا هو كده كده الفلوس هتيجي لو انت ناجح، فانت يجب ان يكون توجهك الاساسي النجاح. فتسعى للنجاح بحاجتين بساط قوي، انك تكون اونست مع نفسك ومع الناس ومع الكارير اللي انت بتشتغل بيه. تاني حاجة ما تفكرش في الفلوس قبل ما تفكر في النجاح، والنجاح بيأتي بناء على ايه اللي بتقدمه للناس. فانا كان بدايتي في 2003 فتحنا اول فرع في ارض الجولف مدينة نصر وتعثرنا وفترة لحد ما وقفت على رجليا
وفتحت فرع في جامعة الدول العربية وفرع في مارينا. في ناس ممكن تقول لك بس انت كميجا ساندويتش بقالك اولموست 17 سنة ما وصلتش للمرحلة انك انت يبقى عندك 10-15 فرع. اتس اوكي، بس انا كان يهمني في الاول استابيليتي بتاع الشركة، عشان كده خدت وقت كبير جدا ان انا اعمل مصنع للشركة نفسه. المنتج بيطلع من المصنع بيروح الفروع مغلف بنفس التست بنفس العينات، مفيش فرع عميل ياكل هنا يلاقي اختلاف في المنتج. فده خد مني وقت كبير، مع ان في ناس كده جدا كانوا عايزين ياخدوا فرانشايز من ميجا، بس انا كنت برفض لاني يهمني ان ميجا الاساس بتاعه يبقى قوي. وهو ده الحمد لله اللي حصل. واحنا في البلان بتاعنا الفترة اللي جاية ان شاء الله، احنا عندنا 4 فروع دلوقتي، ان شاء الله في التجمع بنفتح حاجة في القاهرة الجديدة، وفي الزمالك ان شاء الله على اخر السنة. وان شاء الله بص، انت طول ما انت بتسعى لارضاء ربنا وارضاء الناس، وما تكونش قاسي على الناس، لان برضو الامانة في الشغل مش هي بس ان انت تقدم منتج كويس، الامانة ان انت تقدم منتج كويس وفي نفس الوقت الاماونت بتاعه السعر بتاعه ما تضغطش على الناس قوي، لان احنا عشنا طول عمرنا كان برضو احنا شباب بيبقى معانا 20-30 جنيه بننزل ناكل بيهم، كنا بنزعل قوي لما نلاقي مكان غالي. فلا، انت تحاول ان انت توصل للناس. ممكن يكون مكسبك قليل شوية، بس اتس اوكي، يعني الرزق مش بكتر الفلوس، الرزق برضاك عن اللي انت بتعمله وحب الناس بقى اللي انت بتشوفه دلوقتي في شغلك. الحب ده بي بي بيخليك تبقى حاسس ان انت ناجح، والنجاح في حد ذاته رزق كبير جدا. اكيد طبعا. يمكن بيفكرني استاذ اشرف بدري بمقوله نابليون بونابرت لما بيقول: لو ان جبال القلب الشاهقه تمنعني من التقدم لازلتها من على الوجود وتقدمت. اكيد اي شخصيه ناجحه اكيد قابل كتير جدا من المشاكل والعقبات والعراقيل. بعض الشخصيات اللي هي ما بتوصلش لقمه النجاح بتنتكس وتعود مره اخرى للخلف، ولا يستطيع مره اخرى ان يتقدم لتحقيق الهدف المرجو. ولكن بعض الشخصيات مثل الاستاذ اشرف بدر هو الذي استطاع ان يتغلب على كل العقبات وعلى كل المشاكل وعلى كل العراقيل التي واجهته في طريقه طريق النجاح. عايز اعرف من حضرتك يا فندم اكبر العقبات اللي وقفت قدامك لكن اجتزتها وتجاوزتها ونجحت فيها منذ قدومك من امريكا الى مصر سنه 2003 وافتتاحك الاول فرع من فروع ميجا. والله بص حضرتك، هي طبعا اتس بيج ديفرنت بتوين امريكا وهنا. البيزنس هناك بتلاقي فيه سهوله شويه في الشغل. مصر شويه النجاح فيها صعب قوي، ولازم عشان تنجح تتعب وتشقى وتتكعبل شويه. فكان وده حصل اول ما فتحنا ميجا في اول سنتين ثلاثه، الشغل ما كانش لسه كويس، الناس ما عرفتكش. لكن انت مدام حاطط الهدف بتاعك بتحاول انك انت توصل للي انت عايزه بالمجهود في مشقة طبعا كبيرة جدا، لان شغل المطاعم مش زي ما الناس فاكرة انه ده كل الناس بتاكل فالمطاعم كلها شغالة. لا خالص، لا، ده شغل المطاعم في مطاعم كبيرة جدا 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 بيفتحوا وبيقفلوا على طول. اللي يستمر زي ميجا كده بقاله 17 سنة، لا، ده 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 في عمل، وعمل شاق جدا، وتركيز وكنترول ومنظومة ورولز ودروبات وخسارات ومكسب. فهي الشغل المطاعم، لانك انت بتقدم خدمة مش قميص ولا لا، انت بتقدم خدمة تعتبر من اكتر الحاجات اللي الناس بتستمتع بيها. فان ما كانتش انت تفضل مقدم الخدمه دي بنفس الكواليتي وتحاول تجدد فيها، وده اللي حصل في ميجا. احنا على مر ال 17 سنه كان في تطور. طبعا طبعا، احنا بدينا بمنيو صغير 7-8 ايتمز،
دلوقتي اتفرج احنا اتفضل. في سياق هذا الحديث ميجا ساندويتش، انا لما اجي اشوف اعلان ميجا ساندويتش او شفته على اليوتيوب او في الفيسبوك او واتيفر، انا اول ما هيخطر بالي ان انتوا بتقدموا فقط ساندويتش. تمام تمام. ولكن انا لما شفت المنيو وشفت الفروع وجدت ان تتميز ميجا فعلا باكتر من مطعم في مطعم واحد. دي حقيقة. بمعنى ان انا لو خدت اسرتي ورحنا احلى محلات البيتزا انا هاكل بيتزا انا واسرتي. لو رحت مطعم من المطاعم الشرقية التي تقدم المشويات انا عارف ان هاكل مشويات. لو رحت مطعم من المطاعم اللي بتقدم الصنف الايطالي او الغربي هاكل. لدرجه ان انا كان استاذ محمد صلاح مدير التشغيل بقول له اعتقد ان انتوا ثلاث مطاعم في مطعم واحد، ولما عرفت ان انتوا بتقدموا حتى السي فود والجمبري والسمك لازم انتوا اربع مطاعم في مطعم واحد. فانا لو اسره مكونه من اب وام وخمس اولاد او خمس اطفال او اصدقاء وكل واحد له رغبه ان هو ياكل حاجه معينه وصف معين بنلاقيه في ميجا. دي حقيقه. اكتر الجست اللي قاله فعلا دي حقيقه. لان انت انا واحد من الاساس وانا صغير انا بحب الاكل وكنا شباب بننزل ناكل وكنا ممكن اربع خمس يعني مش قوي فاحنا كنا بننزل ممكن اتنين تلاتة عايزين ياكلوا صنف معين والتالت. وانا من النوع اللي بحب التست، فالتست بالنسبة لي وده اللي انا نفذته بقى ببزنسي. الموضوع مش موضوع فلوس ومش موضوع انك انت تشتغل، لا هو موضوع ان انت تلبي احتياجات كل افراد الاسره. انا واحد من الناس بدات وفي نفس الوقت لما بحاول اخش في ايتم جديد او منيو جديد او كارير ممكن الناس تقول لك لا يا ده المشويات عند ميجا مش هتلاقيها، لا انا لما بخش في اي حتى لما بقعد مع الـ مع الـ الـ الجروب بتاعي والناس لما نيجي بنحاول نعمل ايتم جديد على المنيو بتاعنا انا بقعد بالشهرين ثلاثه في المكتب هنا بجيب الشيفات واجيب الناس التنفيذيين بنعمل تستات كتيره كتيره. اني لما هاجي هدخل مثلا طبق شوربه انا لازم يبقى نمبر 1. يعني انا ما مش بس ان انت بتحط في المنيو ايتمز كتيره وممكن نصها كويس ونصها وحش، لا كواليتي الحاجه اللي تعجبني. انا راجل اكيل وبحب ادوقها مره وبيحصل ده كتير جدا لما نيجي بندخل حاجات. لما دخلنا الايطالي الباستا والستيك والسوب انا بعمل الحاجه النوعيه الكريمه بتاعه الباستا مثلا الصوص بتاعها قعدت مثلا شهر نجرب كل يوم نوعيه، لا قلل شويه لا زود الكريمه شويه بنحط توابل معينه عندي في مقادير معينه مش عليها شيفات طبعا الجرامات طبعا. يعني نقدر نقول ان سر الخلطه في ميجا تختلف عن سر الخلطه في اي حته خالص حتى كمان الفرنس الخلطه مش موجوده في اي مطعم بص. على مستوى يمكن اقول مصر كلها لان ذقته ففعلا الخلطه جميله. انا عندي الفرايز البطاطس المحمره من اول ما فتحنا ميجا في كذا حاجه كده معلمه مع الناس جدا، من اهمها البطاطس لان انا التوابل اللي كنت اللي بتحط الى الان مش موجوده في اي مطعم تاني فعلا. احنا كنا بنستوردها من ايطاليا قعدنا خمس سنين استوردها من ايطاليا وبعد كده الشركه غلت علينا جامد. جيت للشيف العمومي بتاعي قلت له لا احنا لازم نعملها احنا. قعدنا في المصنع حوالي اسبوع نجرب ونحط حاجه ونشيل حاجه وربنا الحمد لله كرمني بشيف برضو راجل بتاعنا. احنا هنا عيله يعني ده اخويا الصغير والكلام ده فبنقعد سوا بحب. هو الموضوع موضوع حب ان الناس اللي بتشتغل في ميجا كلها مش موضوع ان شغل بتاخد مرتب عليه اخر الشهر، لا لازم التيم ورك يكون في بينهم. ليه؟ لان العلاقه اساسا بيني وبينهم مش علاقه بوس او اونر او لا طيب. مفيش حد اميز من حد، كلنا امام الله سواسيه. ربنا بيحطني انا كليدر لاسباب معينه لرزق الناس طبعا. فقعدنا في المصنع يوم 2 3 4 وطلعنا التوابل، وعلى فكره طالعه بالظبط زي الايطالي واحسن بالزبط. وده كمان حصل في كذا ايتمز من شغلنا اللي كنا بنجيبه من بره احنا عملناه بنفسنا، وسر الخلطه موجود عندنا في الدوسيهات يعني بعد الحلقه فهو ده اللي بيميزنا ان احنا بنتعب قوي في المنتج. المنتج لازم يطلع كويس قوي، يعني حتى الخامات اللي انا بستعملها
ممكن خامة في ظرف شهرين ثلاثة ألاقيها غليت جدا تغلي الطبق عليا وتخليني في أوقات كتيرة جدا ممكن أخسر في المنتج ده. وعندي مديرين التشغيل يقولوا لي طب احنا هنستخدم خامة أقل أو كده، لا لا خالص، أنا ما غيرش التست اللي الزبون أو العميل اتعود عليه طبعا. اتعود عليه لان هيلاقي فيه اختلافات، هيقولك لا خلاص ده كان حلو الاول والوقت بقى وحش. بالظبط كده بالظبط كده. وزي ما قلت لحضرتك في البدايه، هي مش موضوع سوري في اللفظ يعني اللي تكسب بيه العب بيه، لا موضوع امانه. انا راجل بقدم خدمه هتحاسب عليها، هتحاسب على كل قرش جالك كتير او قليل، مش هي دي القضيه. القضيه ان ربنا بيبارك لك في الحاجه دي ولا لا. فالحمد لله احنا ماشيين ببلان، بلان اللي هو الأمانة مع النفس ومع الغير. بنركز قوي والناس حتى مساعداني، الناس اللي شغالين معايا أنا عندي أولموست مثلا 50-60% من موظفين الشركة، لأكتر من 150 موظف بقى لهم معايا 17 سنة. دول كانوا ولادي وتربوا. إن ده اللي حضرتك كلمت دول كلامك، إن ده بيدل على إدارة ناجحة، إدارة محبة للعاملين معاهم. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت كده ان حضرتك انت بتعاملهم كرب اسره او هم اخواتك، مش عباره عن موظفين عند حضرتك او بتعاملهم معامله قاسيه والكلام ده، لا هو الود والحب والتيم ورك اللي هو بيحس بالود والحب تجاههم، ده بيحدث فعلا اداره ناجحه، ستاف ناجح، وكمان بينعكس على الاطعمه وبينعكس على الجست، بينعكس على كل حاجه ان يكون مطعم من مطاعم ناجحه جدا. طبعا انا اشكر حضرتك، انسان محترم جدا. الله يخليك. وعلاقتك ربنا يعني يكرمك، علاقتك بربنا جميله. الحمد لله. طالما علاقتك بربنا جميله اكيد انت علاقتك بالعباد ايضا وبالموظفين الحمد لله بتكون جميله. وطبعا بشكرك برضو شكر خاص لقله الاسعار، يعني انا برضو اللي عاجبني جدا ان زي ما قلت برضو في المقدمه، ان انا لو انا معدي امام مطعم فخم زي ميجا انا بكون متخوف ان انا ادخل اتناول ما عايش فيه ب 50 جنيه. على فكره دي بتحصل، دي بتحصل كتير. ان في عملاء كتير جدا بيعدوا من قدام المطعم. احنا الحمد لله عندنا حتى الاتموسفير المطاعم بتاعتنا حاجه محترمه جدا، عاملينها بستايل ميوزك راقي، قعده عائليه جميله. لكن بالاضافه لده السعر تحت كمان متناول. ليه؟ لان الموضوع زي ما قلت لحضرتك مش موضوع مكسب كتير، لا بالعكس انت بركه المكسب القليل ده بالنسبه لي حاجه كويسه جدا، والناس كلها بتبقى سعداء. العميل بيقوم مبسوط فرحان لما بيجي يتكلم على ميجا يقول لك ميجا لا مطعم محترم. استاذ اشرف بدر، لاحظت كمان ان لما يكون اصدقاء 20 صديق 30 صديق قاعدين بيتغدوا وفي مناسبه عيد ميلاد، مناسبة عيد الميلاد ده يعني هم بيجيبوا مثلا تورته معاهم بعد ما يتغدوا، فبيقولوا احنا عايزين والله نحتفل بعيد الميلاد، فبيقوم الاستاف كله بخدمه الجست وخدمه العملاء مقابل 50 جنيه فقط لتقديم السيرفيس والخدمه عليهم. وبيحدث انهم ممكن يقعدوا ساعتين وثلاثه واربعه ما فيش حد اطلاقا من الاستاف يقول لهم كفايه كده. بالظبط. دي من الحاجات الجميله جدا في ميجا. والله بص، ما احنا انا قلت لحضرتك ان احنا العملاء بتوعنا هم فريند، اصحاب مكان، فما ينفعش ان انت تيجي تقول له لا انا هعمل شارج عليك على عيد ميلاد او لا، ده مكانه. وفي نفس الوقت حتى لو بنشارج على البيرسون 50 جنيه، انت بتتكلم هو بياخد بال 50 جنيه بياكل بيها او بيشرب بيها، يعني ما بناخدهاش كده، لان هو حقه ان هو. واحنا على فكره احنا لما بنعرف ان في عيد ميلاد في اي ترابيزه بنعمله الميوزك بتاع العيد ميلاد وبنحتفل بيه، وفي اوقات كتيره جدا بننزل ديزرت او بننزل مشروبات، لان دي حاجات انسانيه بتسعد العميل. فاحنا لا احنا الموضوع هو زي ما قلت لحضرتك، احنا عايزين الناس تبقى مبسوطه وهي خارجه، عشان لما تيجي تفكر تبقى جعانه لا، انا هو ميجا اللي انا برتاح له، ميجا اللي انا الناس بتعاملني كويس، ميجا اللي اسعاره قليله، ميجا اللي اكله حلو جدا وبيلبي رغبات الطفل الصغير والكبير. فالحمد لله على دوان. يعني في نهايه اللقاء اشكر حضرتك جدا مستر اشرف على اللقاء الممتع الجميل، اللي انا فعلا انا تشرفت بوجودي مع حضرتك، وتشرفت من ان انا بكلم شخصيه عظيمه الله يخليك حضرتك، وان انت استطعت ان انت تلبي جميع رغبات افراد الاسره وجميع رواد المطاعم اللي انت جذبتهم بنظافه المكان، بديكورات المكان، بالراحه النفسيه، بجوده الطعام، برخص الطعام. الحمد لله. شكرا حضرتك. اشكرك جزيلا.
مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الصحة والجمال، في ختام هذه الحلقة لا يسعني أن أشكر الأستاذ أشرف بدر المالك لشركة مطاعم ميجا ساندويتشز، وأشكر حضراتكم أيضا على حسن المتابعة، وانتظروا إن شاء الله في حلقة قادمة مع أطيب تحياتي وأرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.